مشاهدين الكرام، وأحييكم وأهنيكم بعيد الأضحى المبارك، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. من موقع يمن مونيتور: أمهات المختطفين في الحديدة يتحدثن عن سجن حنيش المرعب. ومن عدن الغد: حفل فني في لحج بعد غياب سنوات طويلة. ومن العربي الجديد: مؤسس الهلال الأحمر في صنعاء مات قبل أن يصل العلاج. ومن البي بي سي: أدرس أكثر تعيش بدون أمراض القلب. أهلا بكم. والبداية من موقع يمن مونيتور، والذي يعنون في صفحته الرئيسية: أمهات المختطفين، الموت يهدد حياة 70 مختطفا في سجن سري بالحديدة غربي اليمن. وكشفت رابطة أمهات المختطفين عن وجود معتقل سري في الحديدة تخفي بداخله جماعة الحوثي 70 مختطفا منذ 9 أشهر. وقالت الرابطة في بلاغ صحفي لها أنها تأكدت من وجود معتقل سري داخل السجن المركزي يسمى سجن حنيش، تخفي فيه جماعة الحوثي وصالح المسلحة ما يقارب من 70 مختطفا منذ 9 أشهر، بعد أن تم نقلهم من سجن القلعة بالمحافظة. وأشارت الرابطة إلى أن المخفيين في المعتقل السري مهددون بالموت جراء التعذيب والتجويع. وفي موقع المصدر أونلاين: موظفون في تعز يضربون عن الطعام احتجاجا على عدم صرف الرواتب. وقال الموقع أن الموظفين في المدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية يواصلون إضرابهم عن الطعام والاعتصام لليوم الثاني على التوالي أمام مكتب التربية في شارع جمال لمطالبة الحكومة بصرف رواتبهم. وأكد الموظفون حديث للمصدر أونلاين استمرار إضرابهم عن الطعام والاعتصام حتى تلبية مطالبهم أو الموت جوعا. واستنكروا مماطلة الأجهزة الإدارية في صرف رواتبهم المتوقفة منذ 10 أشهر رغم صدور توجيهات رئاسية بصرفها. الكاتب الكويتي المعروف وأستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت محمد الرميحي يكتب في صحيفة الشرق الأوسط عن ثورة الشباب في اليمن، والتي انطلقت ولا يمكنها أن تتوقف، وإن تعثرت في إحدى المحطات فسوف تعود للسير. كما يتطرق لتحالف الانقلابيين القائم على المصلحة الآنية، ويضيف الرميحي في مقال حمل عنوان ليلة السبت في صنعاء: ثورة الشعب اليمني في يناير كانون الثاني فبراير شباط 2011 التي انطلقت من جامعة صنعاء، وانطلاقها من الجامعة له دلالة مهمة كانت شرارتها الأولى هي تصميم علي عبد الله صالح على توريث السلطة للابن، أي استمرار الاحتكار السياسي. قال قبلها هازئا في تصريح مشهور: إن بوش الأب ورث الحكم لبوش الابن، واليمن ليس أقل من أمريكا. تلك الشرارة اتسعت في غضون أسابيع لأنها لاقت هوى في ضمير الشباب اليمني الذي ضاق ذرعا بحكم صالح ومناوراته، وشاهد في نفس الوقت الملايين هاجرين في الميادين في مناطق أخرى تعبر عن رغبتها في التغيير. صالح في كل مناوراته اللاحقة حتى اليوم يريد أن تعود الأيام الماضية به إن أمكن، أو بخليفة له على أقل تقدير، ووقتها يقود اليمن من المقعد الخلفي. ذلك أمر مناف لمسيرة التاريخ الإنساني. تاريخ الشعوب لا يرجع إلى الخلف، دائما يسير إلى الأمام، وحتى لو تعطل على إحدى المحطات يعاود المسير إلى الأمام وبشكل أسرع. مشروع الحوثي لا يقل نقوصا عن مشروع صالح. يريد الحوثي أن يعيد اليمن إلى الحكم الكهنوتي الذي أطاح به الشعب اليمني منذ أكثر من نصف قرن. كلا المشروعين صالح والحوثي وإن كان لهما ماض فليس لهما مستقبل. التحالف بينهما كان تحالفا انتهازيا أو تحالفا مافويا وهو الأرجح. المهم فيه أن الطرفين يعرفان أنه انتهازي ومؤقت بظروف طارئة سرعان ما يتفكك، لأن مصالح الطرفين متناقضة. لقاء المشروعين لقاء ضرورة لقطع الطريق أمام يمن حديث، كما توافق عليه اليمنيون في مسيرة اللقاء الطويل والمضني الذي أنتج وثيقة حديثة هي مخرجات الحوار اليمني الوطني
تلك المخرجات التي رسمت معالم دولة يمنية حديثة وتشاركية هي ما دعت للتحالف الانتهازي. نطالع العنوان البارز في موقع الموقع بوست: اجتماع أمني طارئ بتعز يقر حزمة من الإجراءات الأمنية. وقال الموقع إن اللجنة الأمنية بتعز عقدت اجتماعا طارئا برئاسة اللواء الركن خالد قاسم فاضل لمناقشة مجمل التطورات الأمنية في المدينة، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطة الأمنية وآلية ضبط المطلوبين وضرورة العمل على الانتشار الأمني كل حسب نطاق لوائه. وأقر الاجتماع منع تحرك الدراجات النارية من الساعة 8 مساء والعمل على تقوية نقاط الشرطة العسكرية المركزية في مداخل المدينة، بالإضافة إلى منع خروج أو تنقل الأطقم العسكرية إلا بتصريح من قادة الألوية وغرفة العمليات المشتركة. في عنوان بارز لموقع المشاهد نت: الحوثيون يمنعون دخول أدوية الكوليرا لإحدى القرى في حجة. وأفادت مصادر محلية أن جماعة الحوثي تمنع دخول أدوية الكوليرا إلى إحدى القرى بمحافظة حجة شمال اليمن، والتي يفرضون عليها حصارا قبل نحو الأسبوع. يأتي الحصار عقب مقتل 2 من مسلحي الجماعة في سوق الأمان بحجة في اشتباكات مع مسلحين قبليين يوم الجمعة قبل الماضي. وقالت المصادر للمشاهد نت إن مسلحي جماعة الحوثي نصبوا نقاط تفتيش في مداخل ومخارج قرية بني سراع بمديرية الشغادرة، ومنعوا دخول أدوية الكوليرا إلى القرية التي تعاني من تفشي الوباء. وأضافت المصادر أن المسلحين الحوثيين احتجزوا الأدوية الخاصة بالوحدة الصحية الوحيدة في القرية واعتقلوا الصيدلي الوحيد العامل فيها. وحذر الناشطون من استمرار الحصار الجار المفروض على القرية ومنع دخول المواد الغذائية والأدوية إليها، ما قد يتسبب في تفشي المجاعة وازدياد حالات الإصابة بالكوليرا. معلم الرياضيات الذي شردته الحرب وأبعدته عن كتبه وطلابه يتحدث عنه قيس عبد المغني في موقع الجسر العربي في مقال استعرض فيه ذلك الواقع المؤلم. كنت مدرسا للرياضيات، ثم جاءت الحرب وسقطت الطبشورة من بين أصابعي، نزحت المعادلات وتشردت الأرقام وتفرقت المصفوفات والقوانين المهيبة. رأيت بنفسي جدول الضرب يضع حقائب كبيرة في صندوق سيارة أجرة ويختفي معها. كنت مدرسا نشطا للرياضيات، واليوم وبعد مرور 25,000 جثة على بداية الحرب، ذهبت إلى المدرسة لأول مرة، تسلقت ركامها بمشقة وصعدت على ظهر حصتي الأخيرة. من هناك وقفت أراقب بارتباك تلميذ سربا آخر من الأعداد الطبيعية، وهو يهاجر نحو المشافي والمقابر والقنوات الإخبارية البعيدة. مدينة الفن والألحان التي تسافر بعيدا تحاول استعادة جزء من بريقها وفقا لموقع عدن الغد. حفل فني بلحج عقب غياب دام سنوات. وقال الموقع إن مدينة الحوطة بلحج شهدت أول حفل فني منذ سنوات، وهي المدينة التي كانت تشهد احتفالات فنية راقصة شبه يومية، واحتشد المئات من الأهالي وسط ساحة ملعب رياضي في المدينة لحضور حفلة فنية قدمت فيها عدد من الفقرات الغنائية. ويعود الموقع للحديث عن الفترة الماضية بالقول إن مسلحين من الجماعات المتطرفة سيطروا بشكل شبه رسمي على مدينة الحوطة قبل أكثر من عام، قبل أن تتمكن حملة أمنية من استعادة الهدوء إلى المدينة وضبط الأمن فيها. المشاركون في الحفل أبدوا إعجابهم للخطوة التي تبناها مجموعة من الشباب نحو إعادة الزمن الجميل للمكانة الفنية والثقافة والثقافية لمحافظة لحج. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. مؤسس الهلال الأحمر في اليمن يموت لعدم توفر مستلزمات العلاج نتيجة الحصار، حيث قالت صحيفة العرب الجديد: غيب الموت مؤسس الهلال الأحمر اليمني الطبيب السبعيني عبد الله حمود الخميسي لعدم توفر مستلزمات الجراحة التي يحتاجها للبقاء على قيد الحياة ولعدم قدرته على الخروج من صنعاء.
هكذا مات الطبيب الذي أنقذ آلاف الأشخاص في بلد أنهكته الحرب ودمرت مقدراته وسقط ضحية الحصار وانهيار القطاع الصحي بسبب الحرب. وأوضح ابن الفقيد الزبير الخميسي لصحيفة ذا أرديان البريطانية أن الأسرة لم تتمكن في البداية من العثور على الدعامات، وهي أنابيب تستخدم لجراحة القلب لتوسيع الشرايين الضيقة ولا يمكن نقله إلى الخارج للعلاج بسبب القيود الحركة للخارج. وتابع الزبير الخميسي المقيم في المملكة المتحدة: لم تتمكن المستشفى من إيجاد دعامات كافية وقامت بتوفير واحدة فقط، وواحدة اشترتها من ممرضة هندية، مع العلم بأن كلفة الدعامات تبلغ $1000، وهذا مبلغ كبير جدا في اليمن. وأضاف: أجرى الأطباء العملية بالدعامات الموجودة، لكن تبين أنهم يحتاجون للمزيد، وبعد العملية تدهورت صحته إلى أن مات. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت: الحوثيون ينهبون ميناء الحديدة. حيث أعلنت إدارة جمارك ميناء الحديدة أن شهر يوليو الماضي شهد ارتفاعا في المبالغ المحصلة عبر الميناء، والتي وصلت إلى قرابة 9.301 مليار ريال يمني. وأكدت مصادر عاملة في الميناء أن هناك عملية نهب واستيلاء تمارسها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على الإيرادات الحكومية في الميناء. كان المبعوث الأممي كشف عن خطة لتجنيب الحديدة ويلات الحرب لتقضي بتسليم إيرادات جمرك ميناء الحديدة وغيرها من الإيرادات إلى البنك المركزي بالحديدة، لتكون رافدا لتسليم رواتب الموظفين المتعثرة. لكن هذه الخطة قوبلت بالرفض من قبل الميليشيا التي دأبت على نهب الإيرادات العامة وتسخيرها لصالح أعمالها العسكرية في مختلف الجبهات. اللبناني حسام كنفاني كتب في العربي الجديد عن عين بثينة الريمي، الطفلة اليمنية التي اشتهرت صورتها مؤخرا وهي تحاول فتح عينها عقب مقتل أسرتها إثر غارة للتحالف العربي. لم تكن حركة الطفلة اليمنية بثينة الريمي لفتح عينها مقصودة، هي أرادت أن تحاول رؤية ما حولها بعدما حولت غارة التحالف العربي على منزل عائلتها في فج عطان عينيها إلى كتلتين حمروين لا تقوى على فتحهما. أرادت البحث عن أمها وأبيها وأشقائها الذين قتلوا في المجزرة. ربما كانت حركة بثينة عفوية، وربما أرادت أن ترى ما حولها، لكن لا يمكن النظر إلى الحركة باعتبارها اعتباطية. ربما هي رسالة من حيث لم تدر الطفلة، رسالة إلى العالم ليفتحوا عيونهم على مآس ممتدة على الأرض اليمنية وما حولها، رسالة تقول إنه لا معنى لحملات التضامن والتعاطف والبكاء من بعيد إذا لم تكن مترافقة مع حملات حقيقية لوقف الحروب ومحاسبة مرتكبي المجازر المتنقلة بين اليمن وسوريا وليبيا والعراق وغيرها من بقاع العالم الذي يعيش مواطنوه تحت رحمة الآلة الحربية الشعواء. فتحت بثينة عينها ورأت، عاشت الصدمة وعرفت معنى الفقد. هي اليوم تحاول التكيف مع واقعها الجديد تماما كما تكيفنا نحن مع واقع القتل اليومي المحيط، غير أن حركة بثينة ومعانيها لا بد أن تكون مرافقة للحياة اليومية لكل من يرى نفسه معنيا بالشأن العام وبنصرة المظلومين. حركة تقول افتحوا عيونكم، راقبوا، احفظوا هذه المشاهد جيدا، لا بد أن يكون هناك يوم لحساب كل مجرم على أفعاله. قال خبراء إن الأشخاص الذين يقضون سنوات أقل أو سنوات أطول في التعليم أقل عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية وفشل القلب. وفقا لدراسة حديثة نشرتها شبكة البي بي سي، إن من يقضون فترات أطول من عمرهم في التعليم أقل عرضة بنسبة تصل إلى 30% لتطور أمراض القلب التاجية. وخلصت الدراسة إلى أن زيادة عدد السنوات التي يقضيها الناس في التعليم قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بمعدل كبير جدا. وأجرى فريق الباحثين الدولي من جامعة لندن وجامعة لوزان في سويسرا وجامعة أكسفورد بتحليل المتغيرات الوراثية بين 543 ألف و 733 رجل وامرأة في أوروبا. ووجد الباحثون أن قضاء 3.6 سنوات إضافية في التعليم
وهو ما يعادل فترة الحصول على درجة جامعية تساهم بتقليل حوالي الثلث من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. صحيفة البيان تساءلت: هل اقتراب نجوم الموت من الأرض ينذر بنهاية البشرية؟ لتعود وتورد بأن علماء فلك قالوا إن ما بين 14 و24 نجماً تسلك طريقها صوب مجموعتنا الشمسية، ومن المرجح أن يؤدي اقترابها كثيراً إلى نهاية البشرية على كوكب الأرض. وبحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن النجوم لن تصل إلى مجموعتنا الشمسية قبل مليون سنة، أي فإننا في مأمن من الكارثة في يومنا هذا. ومما يعزز احتمال اقتراب النجوم من الأرض كون أحدها يسير على مسافة 1.3 مليون سنة ضوئية من المجموعة، وذلك بالرغم من احتمال سقوطها على كواكب أخرى في مجموعتنا الشمسية لدى الوصول. وأوضح الباحث كولين بلير في معهد ماكس بلانك أن من المرجح أن يمر عبر الشمس ما بين 490 إلى 600 نجم على مسافة تقدر ب 16.3 سنة ضوئية خلال المليون عام المقبلة. هل تعرفون الحد الأقصى للعيش؟ وأي الجنسين يمكن أن يعمر أكثر؟ ربما هذه الإجابات كانت عبارة عن تكهنات كما تقول صحيفة القدس العربي، قبل أن يرد أو يرصد علماء وباحثون لنصف قرن المعدلات المتقاربة لعمر الإنسان الأقصى. وفي دراسة حديثة فإن السقف الأعلى لعمر الإنسان يصل إلى 115.7 للنساء و 114.1 للرجال. ووفق ما قال جون إنمال أحد المشتغلين في الدراسة، فأنه في المعدل بتنا نعيش سنوات أطول، غير أن السن القصوى التي يبلغها المعمرون لم تسجل أي ارتفاع. وأضاف: نحن بلا شك أمام سقف أعمار بطبيعة الحال سجل أمد الحياة المتوقع ارتفاعا، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين بلغوا سن 95 عاما في هولندا سجل ازديادا بواقع 3 مرات تقريبا. إيران ليست على وشك السقوط في فخ ترامب. تحت هذا العنوان كتب إليكس فانتاغا مقاله المنشور في فورين بوليسي، مضيفا في جزء من المقال: منذ الأيام الأولى له في البيت الأبيض حافظ ترامب على التهديد بأنه قد يسحب الولايات المتحدة بشكل أحادي من خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاقية المتعددة الأطراف التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع. ويشكل ذلك تحديا لنظير ترامب في طهران الرئيس حسن روحاني، الذي جعل من الصفقة إنجاز إدارته المركزي، والذي يعول راهنا على التزام الرئيس الأمريكي بالصفقة على الرغم من خطابه. لكن روحاني لا يستطيع ترك تهديدات ترامب تمر من دون رد، وقد حذر يوم 15 من أغسطس الماضي من أنه في حال فرض ترامب عقوبات جديدة على بلاده فإن إيران قد تعيد الساعة النووية إلى ما كانت عليه قبل التوصل إلى الصفقة في العام 2015، وهي تستطيع فعل ذلك خلال شهور وأسابيع وأيام. وفي واشنطن فهم كلامه أنه يعني أن طهران ستلغي كل التنازلات التي قدمتها خلال عملية التفاوض، وأنها ستعود برمشة عين إلى عتبة قدرة امتلاك الأسلحة النووية لإيران، سياستها الخاصة التي لا ترحم. وتشكل مقامرة روحاني جهدا يرمي إلى منع شجب ترامب للصفقة من العمل كطوق يحيط بعنقه. وفي أسوأ الحالات من الممكن أن تعيق معارضة الولايات المتحدة للصفقة أجندته المحلية، وأن تخدم كذخيرة لأعضاء جهاز الحرس الثوري وغيرهم من المتشددين الذين لم يعتقدوا أبدا بأن واشنطن سوف تلتزم بتعهدها. وبالنسبة لروحاني، لم تكن الاتفاقية النووية غاية في حد ذاتها، لكن تطبيقها الناجح يمكن أن يشكل المنجنيق الذي يدفعه إلى أعلى مرتبة في الجمهورية الإسلامية. حول احتفالات المسلمين بعيد الأضحى المبارك، نقل موقع شبكة البي بي سي مجموعة صور لهذه الاحتفالات من مختلف مناطق العالم. نتابع الصور.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. كل عام وأنتم بخير.